اي هادي واحد خيتي سرقت بنكار من اللي بداو كيحقوا مع الناس العساسه تما، قالوا ليهم راه ما بقيناش عاقلين على وجهها. مات فين كانوا كيشوفوا مساخات الوالدين؟ واحد المراه قالت الراجلها، قالت لي هذوك الميساجات اللي كانوا كيجوك بالليل ديال من؟ قال لي عاد ديال الاتصالات. قالت لي على اتصالات كانت كتقول لك ما نقدرش نعيش بلا بيك؟ قال لا كنت كنهددهم باللي غنرجع اينوي. شتي الراجل الدريات عدو اكبر كذبه، هو من اللي يقول لك لقيت فيك داكشي كامل اللي بغيت، ابحال الا حتى هي اسواق السلام. دي واحد المراه كتعاود لصاحبتها قالت لها حق الله العظيم انت راجلك عالم، البارح في الخدمه عاود ليا واحد النكته وبقينا كنضحكوا فتطحت انا وياه من فوق الناموسيه. هادي واحد المراه كانت مع صاحبها في الدار شويه ويدق راجلها وهي تقول يا ربي السلامه درك اش غادي ندير، ما كرهتش هاد العاشق ديالي ما كرهتوش يغبر ليه الاثار. هو يخرج ليها واحد الجن قال لها بغيتيني نغبروا لك؟ قالت لي ما كرهتش. قال لها عندي واحد الشرط. قالت لي شرط؟ قال لها غادا تدوزي عامين وغادا تموتي غرقانه في البحر. قالت لي صافي مشات هي هذيك هو يغبروا. دازت واحد العامين جاو عندها صحاباتها قالوا ليها بغيناك تمشي معانا الرحله للبحر في واحد البانكو كبير وفيه 200 وحده. وهي تقول مع راساتها قالت ادرك واقيلا داك الجن غيكون اكذب عليا اصلا غيكون نسق. مشات معاهم هي هذيك تمو غادين شويه ويوقف على الجن قال لها راه كنتسالك شي حاجه ودرك راه جا الوقت اللي غادي نغرق فيه هاد الباخره كامله. وهي تقول لي شوف انا يا درت الذنب ونستاهل العقوبه ولكن درك هاد العيالات هادو اش ذنبهم؟ قال لها سكتي راه هادي عامين وانا كنجمع فيكم انتم يا بنت الحرام. هذيك اللي كتقول لك انا خاصني راجل يكون رطب من الداخل وقاصح من برا، ما تبغيش اختي يكون مقرمل من الجناب ومدردر بشويه الكوك؟ البارح جا عندي خويا وهو يتقطع الدو، جلسنا بقينا كنهضروا على الوالد تا هو مطلع علينا الدم، ملي جا الدو لقينا الوالد مريح حدانا. اي خويت المطايب على واحد القادوس هو يخرج ليا واحد الجن ويقول ليا سير اخويا الله يرحم لك الوالدين، اكملت القعده ماشي في هذا البرد. اي هادي واحد المراه مات ليها راجلها دازت واحد سيمانه وهي تمشي عدو القبر وهي تقول لي واو واش عيب ولدك تقطعوا لي السنادل، واو واش عيب رانا ما بقاوش عندي الفلوس، واو واش عيب بنتك الكبيره خاصها صايا. واحد النار ويوقف عليها في المنام ويقول لها واه حليمه رانا مشيت للاخره ما مشيتش للشمال. واحد المغربي تزوج بواحد اليهودية بقى كيعاود لي على الاسلام تسلمت، هي هذيك تزوج بها دوزت معاه واحد المدة طويلة، ملي جات للمغرب جات عند العائلة ديالته جلست معاهم واحد السيمانة شوية وهي تسولو قالت ليها العائلة ديالتك امتى غتسلم؟ هذا واحد خينا كيبيع الدنجال وطالع عليه الدم، واحد خيتي قالت لي واش هذا دنجال؟ قال لي لا هذاك بنان مات ليهم باهم ولابسين عليه الكحل. هذا واحد خينا سول صاحبه قال لي درك حنا الا دخلنا للجنه وتزوجنا بالحور العين عيالاتنا ديال دابا اش غنديروا بهم؟ قال لي غنعطيهم للكفار.